جماعة الخير سالفة القشة اللي قصمت ظهر البعير؟ خليني أقول لكم هالسالفة. أحدهم كان يحمل خياش ومثل القش والأغراض على ظهر البعير، والبعير رغم الثقل اللي عليه كان متماسك وقوي، إلى أن جت هذه اللحظة وهي آخر لحظة، وهي كانت آخر خيشة حطها صاحب البعير على ظهر البعير، فطاح البعير وانكسر ظهره. الواحد ممكن يفكر، هل بسبب هذه القشة الوحدة البعير انكسر ظهره؟ طبعا لا، بسبب الحمل اللي كان عليه من الأول، وكان متحمل إلى أن وصل الموضوع فوق طاقته فطاح. بالضبط نفس حالتنا في بعض الأحيان، نتحمل أوجاع ونتحمل مصايب الناس ونكدهم ونتمسك فيهم، وفجأة ما عندنا مانع أن نحن نخسرهم، والسبب ذاك الحمل الزايد اللي فوق طاقتنا. فرفقا رفقا